كنتوقع الفوز للمنتخب المغربي بشي حصه اللي هي ثقيله على المنتخب الكندي اللي هو ضعيف مقارنه بالمغرب، ولكن ما استهانوش بها عاوتاني، يعني ممكن تبقى حتى الاخر وطرا شي حاجه فهمتيني ولا لا. بحال المغرب في 2018 الماتش الاخر مع اسبانيا وجاب التعادل 2-2، واخا المنتخب الاسباني اللي كيتعتبر واحد المنتخب اللي هو قوي، ولكن ما استهانوش كما قلنا بكندا، ولكن ان شاء الله الفوز بشي نتيجه شي ثلاثيه نظيفه ولا ربعه الاهداف. تنتمنوا المنتخب يفوز على الاقل التعادل، الا ما ربح شيء التعادل ديالو باش يتاهل، يكون ان شاء الله في المستوى، يكون عند حسن ظن المغاربه كلهم. الماتش غادي يكون صعيب، ما غاديش يكون سهل، لان هذا كندا خاصه هي تبين اللعب ديالها، والمغاربه خاصهم يفوزوا ان شاء الله. النتيجه ديال المنتخب 2-1 وغادي يربح 2-1، والمقابله غادي تكون صعيبه بالنسبه للمنتخب المغربي. المنتخب الوطني المغربي بعد المجيء ديال بعض اللاعبين متاخرين والاطار الوطني توجه متاخر، هاد المباراه ديال المجموعه خديناها هكا مباراه تدريبيه ان شاء الله، وفي الدوزيام تور ان شاء الله يلا ندخلوا المنافسه، يلا ندخلوا المونديال ان شاء الله، وهاد المونديال ديال قطر مونديال استثنائي ان شاء الله. اهانه لينا باش تقول لي واش غادي ندوزو، حنا نمشيو بعيد اصاحبي، راه نمشيو المربع الذهبي ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.